والملوك أمام شعوبهم نرى وقوف الشعب لنصرة الحاكم الطيب أردوغان أمام الخونة. فماذا فعل هذا الرجل لشعبه ولوطنه؟ تركيا كانت صادراتها قبل 10 سنوات 23 مليار أصبحت 153 مليار، تصل إلى 190 دولة في العالم. في عام 2013 الدخل القومي لتركيا حوالي تريليون ومائة مليار دولار، وهو ما يساوي مجموع الناتج القومي لإيران والسعودية والإمارات مجتمعة. قفزت تركيا من المركز الاقتصادي 111 إلى المركز 18 بمعدل 10 درجات سنويا، وانضمت لنادي مجموعة العشرين الكبار. في حين كانت دول أوروبا تتخبط وأمريكا تعاني من وطأة الديون والربا والإفلاس، وضع أردوغان 100 مليار في الخزينة العامة بعد تسديد الديون. كان دخل الرجل التركي 3500 دولار سنوي، وقفزت خلال 10 سنوات إلى 11000 دولار، فارتفعت قيمة العملة التركية إلى 30 ضعف، ونسبة البطالة انخفضت من 38% إلى 10%. فاقت ميزانية التعليم والصحة ميزانية الدفاع، وأعطي المعلم راتب يوازي الطبيب. الخطوط الجوية التركية تفوز كأفضل ناقل جوي في العالم ل3 سنوات على التوالي. يعتبر مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول أكبر مطار في أوروبا، ويستقبل في اليوم 1260 طائرة، فضلا عن مطار صبيحة في الجهة الأخرى من إسطنبول يستقبل نصف هذا العدد يوميا. في 10 سنوات زرعت 2,770,000,000 شجرة مثمرة، وهذا الرقم قليل مقارنة بما تم تطويره في القطاع الزراعي. صنعت للمرة الأولى في عهد حكومة مدنية أول دبابة مصفحة، وأول ناقلة جوية، وأول طائرة بدون طيار، وأول قمر صناعي عسكري حديث متعدد المهام. الطيب أردوغان في 10 سنوات بنى 125 جامعة جديدة، و189 مدرسة، و169 ألف فصل دراسي حديث يكون عدد الطلاب فيه لا يتجاوز 21 طالبا أو طالبة. تعمل الدولة جاهدة لتفريغ 300 ألف عالم للبحث العلمي للوصول إلى عام 2023 المنتظر، وبإشراف مباشر من أردوغان. تم إنشاء 35 ألف قاعة ومختبرات لتكنولوجيا المعلومات وقواعد بيانات حديثة، ويتدرب شبابهم بمراكز تركية لا في معاهد تجسس عالمية. تحتل السيارات المركز الأول في الصادرات التركية، تليها الأجهزة الإلكترونية، حيث كل 3 أجهزة تباع في أوروبا هناك جهاز صناعة تركية. أردوغان ابتكر أول عملية تدوير للمخلفات في العالم لاستخراج الطاقة وتوليد الكهرباء، ويستفيد منها الثلث من سكان تركيا، حيث وصلت الكهرباء إلى 98% من منازل الأتراك في المدن والأرياف والمناطق النائية في 10 سنوات. بعد 9 عقود من الحكم العلماني، أردوغان أعاد تدريس القرآن والحديث النبوي إلى المدارس الحكومية طوعا، فاختارها طلاب المدارس باستفتاء بلغ 91%. أخيرا، إنجازات الطيب أردوغان على مدار 10 سنوات لا تعد ولا تحصى في خدمة وطنه والمسلمين، ولكن أعظم إنجازاته أنه أيقظ فينا الكرامة والعزة والكبرياء. فشكرا يا طيب أردوغان.